مرات يحيطون على وجهي يقولون انت مجدية ما حد يطيك روحي وعلي. في بلد انهكت الحروب والنزاعات تركت اثرها على ضحايا ليس لهم اي ذنب الا انهم ولدوا في وطن ياكل السياسيين الاموال فيه. يعني مرات احنا في شوارعنا وحتى في اي مكان نطلع به في اسواقنا في مؤسساتنا حتى الحكوميه نصادف انه اكو متسولين واطفال دائما يكونون يطلبون المساعده. فهذا الموضوع انه اكدنا انه يعني هذه التسول وهذه الظاهره هي عباره يعني عن حاجه ربما لبعض الاطفال، وقد تكون هي مهنه امتهنها البعض من العصابات، لذلك هي بالنهايه يعني ظاهره غير حضاريه. يعني هذه المشاهد اللي نشوفها دائما احنا في شوارعنا، يمكن هذا المشهد مو غريب على اي سائق سياره في شوارعنا، وأنه أطفال يمسحون زجاج السيارات وينظفون الزجاج حتى يأخذ مبلغ مادي يعني مقابل أي شيء ممكن يعطيه إياه سائق السيارة. يمكن المسؤول اليوم ما يشوف هذه الحالة، هذه إحنا كمواطنين بالشارع نشوفها. يمكن المسؤول بموكبه من نيمور ما حد راح يمسح له جامته بهاي الطريقة لأن ما حد يقدر يوصل يمه. فتعرفوهم الذولة، شايفيهم هذول الأطفال اللي هم بعمر الزهور لازم بيده الفرشة والمي ويمسح السيارة، حتى بيهم والله ما يوصل للجامع، يصعد على البنيد مال السيارة حتى يوصل شوية ينظف الجامع حتى يحصل له كم فلس، واكل يطي واكل ما يطي. طبعا احنا هنا مو دا نشجع هذه الظاهرة، يعني كلنا يمكن نضايق انه هذا الطفل موجود بالشارع ويضطر انه يكون ويانا، يعني يضطر انه يكون قريب من السيارة حتى يحصل له كم فلس، واحنا يمكن نضايق انه لا احد يطخه يندهس او ممكن يتعرض لاي شيء في الشارع. احنا اليوم هذه الحاله لها حل. موضوع التسول بصوره عامه يعني اصبح خارج نطاق يعني الحدود المعقوله. بدنا نشوف نساء يعني كبار بالعمر يحملون اطفال رضع موجودين في الشوارع في حر الصيف اللاهب يعني وحتى في برد الشتاء. بدنا نلاحظ رجال كبار بالسن معاقين، يمكن دولة مستحقين انه صدقة، والدين الاسلامي وكل الديانات يعني تحث على الصدقة والزكاة، لكن هل هم هؤلاء مستحقيها بالفعل؟ هل احنا امام يعني هذا الواقع الحقيقي للحاجة لحاجة الناس؟ اليوم الاطفال يعني اللي نشوفهم كلهم بعمر الورد يتعرضون ربما للاستغلال للتحرش، حتى التحرش الجنسي، بهم بنات بهم ولد بهم يعني صغار بالعمر، يعني حتى ما يبين من جامعة السيارة أطفال صغار. هذا الموضوع أصبح مؤلم.